مصر بتعمل بشكل كبير للاتجاه للاقتصاد الأخضر، الاقتصاد القائم على الطاقة النظيفة، لكن أتمنى كمان على المستوى بقى المستوى العادي، رؤساء الأحياء، الناس اللي بتعمل مشاريع، أرجوكم قطع شجرة، قطع شجرة اعتبروه قطع حياة. وانا بقول ده في مصر الجديده، وبقول ده في المعادي، وبقول ده في كوريا، وبحيي كل الجهود الشعبيه اللي هي الناس اللي بتتخانق على الميريلاند ومصر الجديده، الناس اللي بتتخانق على المعادي، الناس دي لازم بالحقيقه نحييها ونساندها، لانه قطع شجره ده يعني قطع حياه، قطع رئه للتنفس. احنا عايزين بنوقع على اتفاقات للرئه، لازم كمان نطبقها هنا في احيائنا. فاتمنى من الاحياء ان هم يدركوا أهمية الشجر، أهمية المزروعات، أهمية الحدائق اللي موجودة. أقدر أعمل طرق، ولكن أكيد في طريقة أخرى أن أنا أعمل طرق بحيث أن أنا أعدي الشجر ده، ما أعملش ده في حديقة الأسماك. كل الجهود الشعبية اللي بتكشف عن حاجات ممكن تحصل أرجوكوا نساندها، وأرجو من الأحياء ومن القائمين على المشروعات الكتيرة في البلد أن هم فعلا ياخدوا بالهم من إذا كان هيبقى في النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، أرجوكم خلوا بالكم من الشجر اللي موجود في كل مكان في مصر، القاهرة وغير القاهرة.